والمقادير الرز الريزو ايه بقى؟ هنقول على كوبايه واحده من الرز البسمتي. بالمناسبه الكوبايه الواحده دي بتكفي فردين، تمام؟ كوبايه الرز البسمتي الواحده ممكن تكفي فردين او حتى ممكن ثلاثه، لو يعني فردين وحد صغير، فاهمين قصدي؟ فما تستهونوش بكوبايه الرز البسمتي، هي بترمي كتير. الرز البسمتي بيرمي كتير عن الرز المصري بتاعنا، تمام؟ انا معايا كوبايه من الرز البسمتي، هنحتاج عليها نص معلقه سمنه، هنحتاج كمان معلقه زيت. طبعا السمنه هتعمل طعم حلو للرز، والزيت هيخلي الرز معانا ايه، فلفل. ومعايا كمان بصلايه مبشوره، بصلايه صغيره كده زي اللي بنقطعها للسلطه، لان انا طبعا ايه مش عايزه بصل كتير، حبه كده صغيرين من البصل المبشور. معايا مكعب مرق، معلقه صغيره من الكركم، معلقه صغيره من الكاري، وملح طبعا، وفلفل اسود. وهنحتاج ميه سخنه عشان نسوي الرز، وفي الاخر بنحط عليه صوص الباربيكيو زي المطاعم بالظبط. صوص الباربيكيو بيتباع جاهز، سهل جدا، او ممكن برضو نعمله في البيت، بس اشتروه جاهز اسهل بصراحه. يعني مش عقبال ما نقعد نعمله في البيت وبتاعه، هو عباره عن كاتشب وهنحط عسل ابيض وبتاع، فحوار يعني. لكن انتوا ممكن تجيبوه كده، في منه اكياس صغيره كده على قد الاكله يعني، ان شاء الله تجربوه. بس كده شوفوا، سهل جدا. رز بسمتي، سمنه، زيت، بصلايه مبشوره ناعم، وكعب مرق، وكركم، وكاري، ملح، وفلفل اسود، وميه سخنه عشان الرز يستوي، وبس خلاص. انا معايا الحله هنا اهو، عايزين نحط بس كده السمنه. السمنه بقى ايه، تعمل طعم حلو قوي قوي للرز، تخليه كده لذيذ. ونحط كمان زيت كده، بس كده السمنه تسيح. ونحط مكعب المرق برضو، عايزاه كده يشم النار ويسيح. والكركم والكاري اهو، كركم وكاري. تعرفين طبعا ان الكاري مختلف عن الكركم، بص الكركم لونه اصفر قوي، الكاري على بني شويه، فاهمين قصدي؟ اه، عشان بس الناس اللي بتتلخبط في الكركم والكاري. الكاري اصفر قوي اللي هو ده، والكركم اللي هو ده هتلاقوه اغمق شويه كده، على بني كده، على كموني. بس كده ونقلب التوابل الحلوه دي هنا كده، وننزل بالبصل زي ما قلت لكم كده، بصل مش كبيره. الله على الريحه. والرز بس كده، وطبعا هنحط ملح وفلفل وميه سخنه كده. شفتوا بقى، مفيش اسهل من كده. قلبوا بس كده كويس، عايزين الزيت والسمنه يوصلوا لحبات الرز كلها كده. ملح، فلفل اسود، نقلب بس كده، وميه سخنه للعجن. طيب بالنسبه للرز البسمتي والتسويه بتاعته، عايزه اقول لكم الحكايه دي، بس انا ما نحط ميه الاول. بس الرز البسمتي لو انت نقعاه في ميه، ميه الحنفيه العاديه مثلا لمده ربع ساعه او 20 دقيقه، هو كده بيحتاجش وقت التسويه كميه كبيره من الشوربه او كميه كبيره من الميه، بيبقى قد الرز بنحط ميه، لان النقع اللي احنا نقعناهوله ده خلى الرزايه تشرب شويه ميه وتنفش كده، فوقت التسويه مش هتاخد ميه كتير، فاهمين قصدي؟ هيبقى ساعتها كوبايتين الرز اللي انت نقعتيهم دول هتحطي قصادهم بالظبط كوبايتين شوربه او كوبايتين ميه وقت التسويه. لكن لو الرز بقى استخدمناه على طول من الكيس من غير ما ننقعه ولا حاجه، فساعتها هنزود مقدار الشوربه او مقدار الميه، نص كوبايه كمان مش اكتر من كده، عشان ما يطلعش معاكي معجن، يطلع مفلفل كده وحلو. احنا طبعا بنستنى على ده ياخد له كده كام غلوه ويتشرب، ونغطيه ونهدي النار تماما لمده ربع ساعه، هتلاقوا الرز استوى بقى فظيع. ماشي يا رز، احنا هنطلع فاصل بسرعه جدا. احنا قبل الفاصل، طب هات لنا بقى الرز اللي احنا عاملينه ده يا سموره لو سمحتي. اه اهو، وعليه صوص الباربيكيو فظيع، طعمه تحفه زي اللي بناكله بره بالظبط.